عظيم. استاذ احمد، اول خبر معانا الموضوع المصارحه حاليا هو شيكابالا، والموضوع له علاقه قويه باتحاد الكوره. ماذا كتب مراقب المباراه في التقرير بتاعه؟ وبناء عليه تم ايقاف شيكابالا 8 اشهر. يعني في البدايه هو التقرير اللي كتبه مراقب المسابقات اللي هو السيد بخيت، وقال في تقريره انه تم محاوله من شيكابالا لفتح احد الابواب النافذه على الملعب، مما ادى الى اثاره الجمهور وأخلى بمراسم التتويج، وكان فيه شيء من عدم الاحترام لمراسم التتويج، وقام بسب الاتحاد. هنا طبعا انت ممكن تقول لي انه ده ما حصلش ورئيس اتحاد الكره اتكلم. انا مش هقول لك ما حصلش. ليه؟ انا كنت بقول في المقدمه، انا في الامور اللي ليها علاقه بروايات بخرج نفسي بره زون الروايه دايما، واتكلم في تحليل مشهد حتى لا يكون هناك اثاره للفتنه. بالظبط. ولكن لما رئيس الاتحاد اتكلم في احد البرامج منذ قليل واتسال شتمك شيكابالا، فقال ايه؟ قال لا. قال لا. قال لك ايه بالظبط؟ قال انا اهلاوي. قال له انت اهلاوي يعني. بس فانا استندت الكلام، مش بالزبط. روايه، كلام حقيقي، كلام حقيقي الناس كلها شافته. بس بالظبط احنا إيه برضه الفكره؟ انت دلوقتي بتقول لي بقول التقرير. ومعانا كمان يعني اسلام لو يعرض لنا قرارات اتحاد الكره اللي على الصفحه الرسميه بتاعه الاتحاد. يلا. هوضح لك منها حاجه. وقال ده ان وكتب القول كمان اللي قاله شيكابالا في التقرير بتاعه، وبناء عليه لما الموضوع راح هنا هنبص على نقرا اخر حاجه. ايقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 اشهر وغرامه 500,000 جنيه لتكرار اثاره الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك. ده ايه؟ دي الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره. في الوقت طبعا رئيس الاتحاد قال ان هو اهلاوي فقط يعني. فده بياكد كلامي ان في قول تم تسجيله في تقرير مراقب المباراه. فانا بثبتها لك من على صفحه الاتحاد. ما عنديش مشكله، انا بس بتكلم انه ده كلام صفحه الاتحاد الرسميه. الرسمي. القرارات لا تعلن الا القرارات لا تعلن الا باعتماد مجلس الاداره. تمام. القرارات لا تعلن على موقع رسمي الاتحاد الا بقرار مجلس الاداره. دي نمره واحد. نمره اتنين، الحيثيات. هم شافوا ان الموضوع اتكرر من شيكابالا، فلازم عقوبه مغلظه على شيكابالا، لان العقوبه او اللائحه بتنص على انه في حاله اعتداء اي لاعب على احد من اعضاء المنظومه ما عدا الحكم 8 مباريات. ولكن هنا عشان التكرار فهم غلظوا العقوبه. شيكابالا قدامه ان هو لازم يلجأ للاستئناف. يعني اللائحه بتقول ايه؟ اللائحه بتقول 8 مباريات اذا تم التعدي على اي شخص داخل المنظومه بخلاف الحكم. الحكم ممكن يوصل 8 شهور ايقاف، سنه شطب. الحكم اللائحه دي اللائحه. فبالتالي هنا حتى لو تم التغليظ مضاعفه يبقى 16 مباراه. ولكن هنا كان قرار تقديري لمجلس الاداره. ليه بقى؟ لانه ما فيش لجنه الانضباط، اللجان محلوله ما عدا لجنه الاستئناف هي اللي موجوده. فبالتالي هنا الامر راجع للجنه المسابقات، واسندت امور لجنه الانضباط للجنه الاستئناف نفسها اللي لسه هيروح لها الموضوع تاني. فبالتالي شيكابالا هو قدامه ان هو يلجا للاستئناف، وعند اللجوء الاستئناف هيدفع الرسوم خلال 10 ايام لازم يعمل كده. هيطلع قرار من لجنه الاستئناف. انا عارف ان القرار هيتخفض غالبا بنسبه كبيره، هو المفاوضات هتتم على انه الفلوس مش هتتشال منها حاجه، عشان دي عقوبه على اللاعب وليست على النادي، فتبقى تاديبيه للاعب اكتر. لكن الثمان ماتشات هتقل على الثمان شهور هتقل على شيكابالا. ولو هو ما عجبهمش القرار هيلجأوا للتساوي التحكيم، ولو راحوا للتساوي التحكيم هتخفض اكتر. انا عارف ده كويس جدا. تروح لقد ايه عقوبه شيكابالا؟ بص خد بالك، هو القرار ذكي شويه يعني. احنا دلوقتي العقوبه بتطبق من تاريخ صدورها من النهارده. العقوبه دي بعد المعسكر الثاني لمنتخب مصر شيكابالا هيكون بيلعب ماتشات، ولو جيت حسبت عدد الماتشات ده الخبر الثاني اللي هبقى اروح لك فيه هيكون توقف له من 6 ل 8 ماتشات، ولكن المده ممكن توصل فيها شهر ونص 3 شهور. والله لا اشرحها لنا ديت بس بعد ما نجي لك. اشرحها لك في الخبر اللي جاي. في الخبر اللي